عليكم احبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى على انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هنا واحد الجوله واحد المغازن نيويوركا ديال شفنا ملابس ديال يعني ديال النساء، وكذلك من مورا نيويوركا دخلت معكم الهاوند ام وشفنا الملابس ديال جوله يعني ملابس ديال النساء كذلك وملابس الاطفال. هنا في نيويوركا كاين واحد تخفيضه يعني دايرين واحد التخفيضات بالنسبه للملابس ديال الصيف. كما كتعرفوا راه دخل فصل الخريف في ملابس الصيف، دابا راهم منقصين منهم بزاف، دايرين تخفيضات يعني هائله. وهنايا راني درت معكم واحد الجوله في ملابس اللي داروا دابا بالنسبه للملابس ديال الخريف، وكما كتشوفوا راه غنوري لكم الاثمنه، واثمنه يعني مناسبه، ماشي كما كتعرفوا نيويوركا عندها اثمنه ما غالياش، وكتقدر تلقى فيها الحوايج بالنسبه للنساء وكذلك للمراهقات. فبقاو معايا نكملوا هذه الجوله ديالنا هنايا، ومن بعد ندخلوا عاود للهاوند ام. بقاو معايا. Thank you.
غادي ندخلوا للهاوند ان، هانتوما كما كتشوفوا دخلنا للهاوند ان. ملابس يعني حتى هما زوينين، عجبوني واحد السري ولات السري واحد الانسامبل لي انسامبل هنا بالنسبه هاد السري ولات هادو رطيط وين في الحقيقه. هي ماشي في حقها هي نوي كوليكسيون، ولكن ما جاتنيش انا غادي تجي للخريف، لان الخريف ديال المانيا ماشي هو الخريف ديال المغرب، يعني غادي يكون البرد بالنسبه لهاد السريولات هادو باردين بعدا بالنسبه ليا انا. ولكن اونصومبل غزال، هانتوما كتشوفوا السروال فيه داك البيج، والقميجه غادي تجي معاه غزاله في البيج، والثوب ديالهم رائع رائع جدا. كذلك كاع هادو اللي غادي نوريكم غادي تشوفوا معايا دابا، الثوب ديالهم رطيط رطيط بزاف وزوين، جاي واحد نوعيه يعني جيده، ماشي داك الساتان وماشي يعني بحال شكل نقدروا نقولوا داخل فيه الحرير، زوين بزاف رطب وواقف في نفس الوقت. هنايا هادي بحال الكسيوه، وقدروا يعني الناس المحجبه تستعملها هكا شوميز يعني طويله. هنا هاوند ام حويجات زوينين، ومن هنايا من هنا يعني من ديال النساء كذلك. بقاو معايا غادي نشوفوا حتى ملابس الاطفال. جديد هنايا في ملابس ديال البنيتات. بالنسبه لهذا الفصل هذا يعني ماشي سخان وماشي باردين، مزيانين بحال هكا شي تريكويات شويه خفاف عندهم اليدين، مع شي لبسوا مع شي جاكيت اولا، يعني ملابس زويونين بالنسبه للاطفال.
غادي يكونوا ساهلين الجولة ديالنا وحنا راهنا خارجين من المول. كنتمنى لكم بقية يوم طيبة، ولما مشاركش في القناة شارك فضلا وليس أمرا، وديروا اللايك والاشتراك طبعا. مع السلامة.